السلام عليكم ومرحبا بكم البنات. البنات هادو جليلبات ديال الكليانات، ها هما واجدين على حقهم وطريقهم. كل وحده غنعطيكم التفاصيل ديالها وغنعطيكم لي ديتاي ديالها وعلاش لا حتى الثمن ديالها. صراحه جليلبات خرجوا غزالين غزالين وكيحمقوا يا البنات، فنين تبارك الله. حتى بنات الجروب ذواقات. بعدا قبل من شي مرحبا بكم البنات في قناتي وقناتكم فلو ياسمين، مرحبا. ونتمنى هانتوما هما جديدي بياتكم البنات خرجوا بالصحه والراحه. بطبيعه الحال كل وحده غادا تعرف لي موديل ديالها اكيد. وحتى نتوما البنات العيد رمضان قرب، رمضان شهر رمضان قرب والعيد ديالو، فعلاش لا حتى نتوما حاولوا تاخذوا لا كوموند ديالكم على تيساع. غنبداو بقفطان للنفسة بالصحة والراحة ديالك من هنا حتى لهولندا. الفنون بصحتك. ها هو الموديل ديالك غزال، كيحمق كيحمق كيحمق. شتي لي بحال كاسية فوالا، شوفيها انتي درناه لك ايفازي. اها توب طايح، كريب حريري طايح، اللون مرتديلا. مهم راه عطينا هذا. شوفوا هنا سيمفونية القانون طرط طرط، والخزالة والخدمة متقونة تبارك الله. وصلى النبي بالطرز الرباطي. وهنا كاين هذا الدريس اللي كتشوفوا حتى هو غزال هذا الدريس. وهنا كيف ما كتشوفوا هانتوما خدمته زوينة بزاف. التوب هذا شمن توب درنا ليه؟ هذا الكخيب حريري، ودائما كنخدمو حنا بالكخيب لامارك المزيانه، مخدوم بالبرونز، الصم ديال البرونز، حيت كاين الصم الصفر وكاين الصم اللي جاي الاحمر البرونز. بالصحه والراحه. وكاينه هاد الجليبه البنات حتى هي كنت صورتها لكم، يلا غادي نصيفطهم للكليانات. علاش كنقول لكم دائما حاولوا صيبوا لا كوموند ديالكم على تيساع البنات، باش يبقى لينا حنا الوقت باش نبريباريو على خاطرنا ونخدمو على خاطرنا. شوفوا الخدمه هذه مخدومه بالطرز الرباطي ولا الحجر الماتسونو كريستال شو كيعطي اي لون، كل مره لون، اللون موف. وهنا فيها هاد الطريز غزال، شوفوا معايا هاد الطريز حلو حلو. كنا زدنا عقلتوا اخر مره كنت صورتها لكم البنات ما كانش فيها هاد الطرز، زدنا فيها هاد الطريز. شوفوا كي جا متيول وزوين، درناه في الجيب كامل. غنشوف لكم حدا هنا هانتوما البنات. هنا ما درتيش الشوشه سميتو ولا بلاش الشوشه فيها؟ مازال غادي نديروا لها الشوشه البنات حتى هي ضروري. هذا القب ديالها شفتوا كي جات، زدنا ما كانتش قبيله هاي زدناها. الشوشه كنحاول انني نزيدها حتى لاخر لحظه، وحاولت انني ناخذ ليها التوب ديغرادي بما انه هو اللون في اللون، فحاولت ناخذ ليها هذا الفولار معنا. ايضا كيف ما شفتوا هذا القفطان ها هو، وايضا كاينه هاد الجليبه الغزاله الرائعه حتى هي. البنات كنصور، سمحوا لي راه كنصور في الليل، يعني الصوره ما غتكونش واضحه كيف الاول. مي هانتوما غزاله غزاله. شوفوا هذه حتى هي بالطرز ديال الروبو، رائعه ومتيوله ومحيطقه. وهنا الزواقه ديال المعلم كاين هنا وكاين حتى في الليد. ها هي شفتوها، يعني دائما كنلعبوا على هاد لي كولور. هذا راه غير هنا كيبان لينا الكري هو راه شيبي، ولكن التليفون كيعطينا هاد اللون. بالصحه والراحه الكليانه ديالنا حتى هي جليلي بتك تلبسيها بالصحه وبالراحه اكيد. غير هو كيف ما قلت لكم راه انا كنصور بالليل يعني شويه في العشيه هانتوما. وايضا معنا هاد الجليبه حتى هي الرائعه بالطرز ديال الروبو في الكميمات هانتوما البنات، من هنا ومن هنا شفتوها غزاله حتى هي. دائما كنخدموا بالتوب ديال الكريب شفتوها،
انا ديما البنات كتعجبني عين عقده نص طوق، دائما كنفضل في جليباتي ولا في هذا كتعجبني ديما نص طوق وهابطه بالبرشمان كتجي زوينه وكتجي حلوه. ولا لاحظتوا هاد الجليبات كلهم راه خادمينهم، هادي حتى هي نص طوق، ها هي مازال هادي لا خدمناها عين عقده نازله حتى لتحت. البنات درت لكم هاد الفيديو، هادو جليبات ديال الكليانات ديال الجروب فل وياسمين. طبيعه الحال عندنا خدمه بزاف، ولكن انا كنحاول نجيب الخدمه ديال الجروب هي اللي نحطها لكم. فانتم البنات الا بغيتوا تفصلوا جليباتكم للعيد وعلى تيساع، فكنحاولوا انكم يلاه تواصلوا معايا تصاروا الموديلات. طبيعه الحال دائما كنحط الجديد، وجديد اخر ما كاين في الجلابه المغربيه وفي القفطان المغربي. اللي عندها عرس، اللي عندها كاينين دابا الشكليات كيجوا عندي حتى لاخر لحظه تقول لك باقي لي العرس شهر وجد لي القفطان. يعني كيفاش غندير انا نشوف قد ما كان الوقت طويل، قد ما كان الوقت البنات طويل قد ما احسن. يعني قد ما كانت عندي ديك الشهر ولا 25 يوم راه حسن كنخدم على راحتي، كنطيح الخدمه على راحتي، كنكون حتى انا مرتاحه، ما كيكونش عندي هذاك لا بريسيون. فحاولوا البنات ديروا لا كوموند ديالكم على تيساع. هذه شوفوا هنا عين عقده ديالها كيفاش دايره، التوب شيبي هذاك خاب، الخدمه هانتوما كيفاش دايره نقيه وزوينه. وهذا حتى هو راه شيبي غير هنا كيبان بالكغي. هانتوما زوين جمع هذاك الصفرجة محيدق ومتيول. نحاول نشد عليكم من هنا باش تشوفوهم كاملين. هانتوما البنات هادو مجليليبات بالصحة والراحة. وبطبيعة الحال هادو قفيطنات اللي كنبيعوهم وايضا كنكروهم معنا. هادو تاهما صنيدلات، هادو اللي بغات تكري شي قفطان ولا شي جليليبه ولا شي سلهان. بطبيعة الحال ها هما الموديلات، وهادي كلها كتشوفوا فيها خدمه ديال الكليانات. باقا عندنا الخدمه راكم عارفين الخدمه، هادشي ديال الصناعه التقليديه كيبغي الوقت وكيبغي الخاطر، ويعني باش كتكون الحاجه، لان الصناعه المغربيه كتبقى دائما لا يعلى عليها. القفطان المغربي، الجلابه المغربيه عبره ما كتبدلش عبره العصور، يعني اصاله ومعاصره. بالصحه والراحه للكليانات ديالنا، وحتى نتوما البنات سارعوا وخذوا وديروا لا كوموند ديالكم والطلبيه ديالكم. والصراحه البارفي البارفي صراحه كلهم بارفي، نقولوا زعما العزلش كله ولا زوينه. يلا البنات خلوا لي فيديو، كل وحده تكتب لي اشنا هي الموديل اللي حمقها، واش الجلابه الموف، واش القفطان المرسديلا، واش الجلابه دو بياس اورانج، واش الجليبه الصفراء. خلوا لي التعاليق البنات، واللي بغى الثمن يخلي لي التعليق وغادي نقول لكم الثمن، ونقدر نقول لكم الثمن حتى دابا ماشي مشكله. بالنسبه لهاد القفطان البنات هذا الثمن ديالو 1500 درهم، هذا باش مخدوم 1500 درهم. بالنسبه للجلابه الثمن ديالها البنات 1400 درهم باش مخدومه، لانها دو بياس وفيها هاد الرشمه هانتوما كتشوفوا، والقميص الداخل كله راندا. بالنسبه لهاد الجليبه هادي هزه الحجر بزاف البنات، هادي مخدومه ب 1200 درهم، عفوا هادي 1400 البنات، 1400 درهم ماشي 1200، 1400 درهم البنات هاد الجليبه، وهذا 1500 وهادي 1200 درهم. كنبغي نقول لكم الاثمنه باش نتوما تكونوا عارفين. وبالنسبه لهذا وبالنسبه لهادي 800 درهم، فيها هاد الطرز حلو زوين، ها هو شوف مارك مزيانه، شوفوا الطرز.